السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أحمد الداودي. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي. بالنظر لكثرة الأسئلة التي ترد حول دروس الإكمال ودرجات القرار في الامتحانات الوزارية، نود أن نبين ما يلي. أول شيء، أولاً لا توجد أي درجات قرار 5 أو 10 تضاف بعد إعلان نتائج الامتحانات الوزارية، لا سابقاً ولا حالياً. أعيد، لا توجد أي درجات قرار 5 كانت أو 10 تضاف بعد إعلان نتائج. يعني ما تنضاف بعد إعلان نتائج، هي صارت قبل الإعلان النتائج، قبل إعلان نتائج صارت. يعني مو واحد يجي يقول لي مثلاً 41 ايش مني القرار ولا ايش مني القرار، يعني او 49 ايش مني القرار او 48. اذا اكو قرار فهي ضاف القرار قبل اعلان النتيجة، يعني من يعطيك النتيجة هي مضيوفة القرار ومنتهي. وان كل درجة من 45 الى 49 في اي دفتر امتحاني وزاري ترفع الى 50 من قبل مركز الفحص اوتوماتيكيا، حتى لو كانت في جميع الدروس. اي من المستحيل ان تجد في درجات الامتحانات الوزارية درجة تقع بين 49 بين 45 إلى 49، فهي تصل إلى الطالب بصيغة 50 درجة. بمعنى أن أغلب درجات الخمسين التي تشاهد أغلب درجات الخمسين التي تشاهد في درجات الطالب هي أصلا كانت بين 45 إلى 49 درجة في الدفتر الامتحاني. ثاني شيء، يعني مثل ما نقول، يحق لتلميذ السادس الابتدائي الاشتراك بامتحان الدور الثاني إذا كان مكملا بدرسين فقط 3 راسب، ولا توجد درجات قرار. ثالثا، يحق للطالب في الدراسة المتوسطة الثالث متوسط الاشتراك بامتحان الدور الثاني إذا كان مكملا بدرسين فقط 3 فأكثر راسب. لحد الآن لا توجد بعد قرارات جديدة بالنسبة للثالث ابتدائي والثالث ابتدائي، عن بالنسبة للموضوع بالنسبة للمكملين 3 يعتبر مكمل أو 4 بعد ما يكون، بس الموجود 2 مكمل 3 راسب فما فوق. ولا توجد أيضا درجات قرار، لكن ننتظر قرار من هيئة الرأي في الوزارة يخص ثالث متوسط. نرجع ونقول ننتظر قرار من هيئة الرأي في الوزارة يخص الثالث والسادس، بأن تكون دروس الإكمال 3 دروس كما حصل في العام السابق 2018. يحق لطالب السادس الاعدادي الاشتراك بامتحانات الدور الثاني حتى لو كان راسب في جميع الدروس. أعيد، يحق لطالب السادس الاعدادي بفروعه التطبيقي والإحيائي والأدبي الاشتراك بامتحانات الدور الثاني حتى لو كان راسب كل الدروس، ولا توجد درجات قرار. لا تنسى الاشتراك في القناة دعما لنا لتقديم المزيد، وتفعيل جرس الإشعارات ليصل لك كل جديد.